على شاطئ الذكريات التقينا لنحكي حكايات شعب المجيد، فأصبح كل الذي قد حكينا عقودا على صدر عهد جديد. على شاطئ الذكريات التقينا لنحكي حكايات شعب مجيد، فأصبح كل الذي قد حكينا عقودا على صدر عهد جديد. وتلك الطيور التي غادرت ديار الأمان بهذا الوطن. الفن مورد الحب والنور، شهي الأمواه عذب الورود. الفن أيكة يعيش فيها بلبل القلب بين ناي وعود، دوحة في ذراها يصنع فيها ما يشاء من جني وورد، وفي كل مرة يقدم فنا يرافقه وهج ونور إلى الآخر. يسعى الفنان به إلى الجمال الآسر الذي يقود إلى العبقرية والمثال الساحر. سر العبقرية هي أن تحمل روح الطفولة إلى الشيخوخة وتترك أثراً وعلامة فارقة ينطلق صداها عابراً كل الأقطار، وهذه حالة نادرة لا يمكن أن نراها إلا في صوت وهرم غنائي كبير. ما هذا؟ يبدو أن ثمة سمة صوتية تأسر قلوب الناس من جميع الثقافات والجنسيات، يشتاق لوطنه وهو في أحضانها كعاشق يذاعب معشوقته بين الحين والآخر. نعم، عندليب حضرموت الأسمر كرامة سعيد مرسال. أبحر كرامة مرسال في العام 1960 باديا مشواره الفني حينما كان في 17 من عمره، حين توفي في تلك الفترة الفنان محمد جمعة خان أحد أشهر فناني اليمن في ذلك الوقت، حيث تركت وفاته فراغا في الساحة الفنية. إلا أن كرامة مرسال بدأ مشواره الفني بسد ذلك الفراغ، فكان يحيي حفلات شعبية وأعراس على أنغام وأغاني محمد جمعة خان، مما أعطاه خطوة قوية للظهور على الساحة الفنية. موهبة الحضرمي الأسمر الغنائية وصوته الناذر المبحوح جعلت منه قامة فنية كبيرة ذاع صيتها، وترك أثرا إنسانيا واجتماعيا وفنيا في كل مكان سمعت فيها رنة صوته وعذوبة ما يقدم وطريقته التي تلخص حراكا بهيجا ما أن يطل على جمهوره. ربي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقت نيافي وسط اللبن، حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقت نيافي وسط اللبن. إن عشت فيها لجلها عاني، وإن غبت عنها كم لا حني. إن عشت فيها. الأديب الكبير صالح باع عامر كيف حكى عن كرامة سعيد مرسال وما ربطته ذكراه من جوانب مضيئة من حياة هذا الفنان العملاق؟ هذه الشخصية هي كرامة سعيد مرسال وصبري، الذي عرفته فنانا منذ عام 1967. فأول مقدة حضرتها له كانت عند الدلة تحت ما كان يسمى بنقابة المعلمين، وكان الغناء حضره كثير من المعجبين. وأول ما غنى واختتم الأغنية قام الشاعر يسلم باحكم، وهو شاعر غنائي معروف في حضرموت في المكلا،
وقال هذه الشخصية الفنية هي التي ستكون البديل الحقيقي لمحمد جمعة خان. طبعا الفن في قبل في 67 وما قبل 67 يعني كان يهيمن عليها الفنان محمد جمعة، وهناك العديد من الفنانين منافسين لمحمد جمعة، وبالذات حاج بن طرش في البلاد، وعبد الرب ادريس في ما يسمى حي العبيد، ويسلم دحي في الحارة، وابو صبري عاد في ذيك الايام زي ما سمعت انه مرافق محمد جمعة في جلساته الغنائية، وكان من الاغاني التي ظهرت وبرزته كثير الأغنية الوطنية المعروفة لبيك يا موطني، وهي طبعا من ألحانه ومن كلمات الناخبي محمد الناخبي عبد الله الناخبي. وثم تتالت إبداعاته الغنائية سواء كانت عاطفية أو وطنية، من الأغاني التي لا زالت في الذاكرة من ألحانه كانت أغنية يشهد الله التي هزت المنطقة عموما المكلة وعدن، لأنه شارك فيما بعد في احتفالات في عدن كانت ضمت كثير من الفنانين من الشمال ومن الجنوب، وأنا كنت أنا إذن مدير عام الإذاعة في عدن، وأنا اللي مهدت له أن يأتي إلى عدن لأنه جاء عندي إلى البيت في الحارة وقال هذا الكلام، وفعلا جهزنا له هناك 20 أغنية. الأغنية التي صالت وجالت بين الذائقة الفنية هي يشهد الله من ألحانه، من كلمات واحد الحامد، يقال أن الحامد، وفي ناس في اختلافات حول ما لمن بالضبط. عندما جاءنا الخبر فوجئنا وشعرنا، وهو طبعا يعاني من مرض يعالج كثير مرات إلى القاهرة، وفعلا فوجعنا وصدمنا كثير، ولكن طبعا سلمنا بأمر بالقدر المحتوم على أي إنسان، واستشعرنا الفراغ الذي يمكن أن يحدث فعلا في الجانب الفني. وفعلا لحد الآن نحن يعني نشعر بأن الفراغ تكرر مرة ثانية لفني. ظهر أبو صبري في بعض المقايل خاصة في دوعن، هو كان حكمه الوظيفي في دوعن وفي أوسيئون، وهكذا بدأ يبرز شوية شوية إلى أن صار فنانا كبيرا استطاع أن يغطي الفراغ الفني الذي أحدثته وفاة محمد جمعة خان. أولا الصوت الذي لم يتكرر ولن يتكرر، صوت قوي وصافي. ثانيا مخارج الكلمات عنده، عندما يغني وتتابع الكلمات كلها تفهمها فهم كامل. لذلك أيضا إلى جانب حضوره الفني، هو يعني شخصية دائما حاضرة وتتلبس المشهد الفني، سواء كان بالنسبة تجسيد والحركات التي لها دور كبير في التعبير عما يجول في 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 داخله من هواجس فنية، فهو هذا لم يتكرر ولا حد الآن يتكرر. ففعلا سد الفراغ خاصة فيما بعد 70، سد الفراغ الفني وظهر شخصيته. كان في البداية طبعا يغني أغاني محمد جمعة وأتقنها، وبالذات الدان والعوادي وغيرها من الأغنيات التي كانت معروفة في ذلك الوقت، ولكن فيما بعد أظهر شخصية الفنية ككرامة ومرسال، ليس تكرار لمحمد جمعة وليس محمد وإنما كرامة ومرسال، الذي هو أصبح مدرسة تتلمذ فيها كثير من الفنانين. الفنان محمد بن حميد كان عاشقا لمرسال فنيا وتشبع من فنه. ما هي أبرز المواقف التي يستذكرها، ولعل من بينها ما لا يعلمه الكثيرون أن الفنان كرامة مرسال كان ملحناً عبقرياً، وعلى سبيل المثال أغنية متيم في الهوى يروي الذي لحنها، وهي من كلمات راشد الجابري، وأغنية أقبل العيد التي تعطينا البهجة والسعادة عندما يحل علينا عيد الفطر أو عيد الأضحى. رجل يمتلك موهبة اللحن غير العادي، الغير العادي، ملحن من الدرجة الأولى، بل ودخل هذه قد يكون الكثير ما يعرفها، مسألة الشعر حتى. كرامة سيد مرسال كتب عدة مطالع أغاني، أنا بنفسي اطلعت عليها، فقط أغنية واحدة اللي هي جاته الجرأة أو أنه رغب في أنها تخرج،
وسلم النص للشاعر صالح عبيد بضفاري وكملها له اللي هو حبيناك يا ساكن سويدة قلبي. إذا تحدثنا أيضا عن الفنان كرام سعيد مرسال كإنسان، حدث ولا حرج، لن تستطيع أن تفي هذا الرجل، يعني الإنسان الكريم الذي يمتلك قلب غير عادي، ما لا يعرف الجميع أنه كرام سعيد في فترات كثيرة كان يقيم زواجات لمواطنين على حسابه الخاص، كانت الفرقة الموسيقية ما تدري أن المبلغ اللي يدفعه هذا كان من كيسه. أيضا كيسه كما يقول المثل العام، اللي في كيسه الغيره، في أحلك الظروف، في أحلك الظروف كرام سعيد مرسال كان يعطي عطية من لا يخاف الفقر زي ما يقولون. لو تحدثت عن كرام سعيد مرسال كفنان، طبعا أنا بتحدث عنه كمتذوق، لأن ما أملك الخبرة التي تخلينا أحل كرام مرسال كفنان. كرام مرسال هرم فني كبير، تقدر تقول أنه رجل يمتلك أدوات الموسيقى، يعني الإنسان لما تقول له موسيقى مو هو الخريج الأكاديمي أو لا. أنا كنت في قبل أيام نشوف اللي قال المايسترو أمير عبد المجيد، كان يتكلم عن أبو بكر سالم بالفقيه، وكانوا يسألون يقولون له منين كيف يقول التوزيع هذا وكيف يقول هذا، قال لهم الموسيقى مش شرط أنك تبدع، لازم تكون دارس. ملكات كرام سعيد مرسال نفس القصة اللي تحدثت عنها، ملكاته كبيرة جدا تؤهله أنه يكون موسيقار. تحضرني أغنية حببتها بصوته عندما كان يقول بعد المكلة شاق، اليوم المكلة في هذه الذكرى تقول له بعدك يا أبو صبري شاق. رحل عنا الفنان كرام سعيد مرسال طبعا في يوم الأحد 3 أغسطس من العام 2014، وكان يوم وفاته يوم كئيب حزين على كل أبناء المحافظة عموما والمكلة والوطن كله. طبعا أنا عرفت الفنان كرام سعيد مرسال منذ الصغر، يعني منذ كنت مولع بفنه، مولع بصوته، مولع بكل ما نسمعه منه. وإذا تحدثت عن كرام سعيد مرسال أعتقد أنه ما بعطيه الحق، خاصة في البعد الزمني بين بن حميد وبين كرام سعيد مرسال، ولكن أنا تعرفت عليه في فترات، كنت في فترة الصبايا الفني، يعني رجل قدم لي الكثير الكثير جدا، يعني تعلمت منه الكثير. كان الفنان كرام سعيد مرسال معلم وقلب كبير لكل فنانين الشباب الذين تتلمذوا على صوته، سواء كان عن طريق السماع أو عن طريق التعلم المباشر. ما فيش فنان شاب أو فنان يعني متقدم، يعني قلت له باع في الطرب وقصد كرام سعيد مرسال، قال له افتح له كرام سعيد مرسال بيته وقلبه. كان لديه ديوان خاص في البيت يجمع فيه كل بين الفينة والأخرى جميع الفنانين، يلتقيهم من له خاصية ما توجد في كثير من الفنانين، أنه قوية الملاحظة، سواء كان في حضور الحفلات، وعلى فكرة هو ما يحضر كثير حفلات الفنانين، ولكنه أسلوبه في التعليم وفي الاستفادة كان ما يبخل بها. مثلا أنت تحصل فنان يغني كسر مضموم أو فتح مجرور، تحصله من برع بيعطيه إياه بلسانه. أنا عرفت كرام رسال وكان رحيله صراحة، يعني في يوم رحيله كان يوم صعب جدا، ما توقعته، ولو انه يعني الموت يعني يعتبر امر الله لا مرد له، لكنه فوجئت فاجعة كبيرة جدا، يعني لدرجة اني صرت كالطفل. من الناحية الفنية طبعا كرام رسال خسارة فنية كبيرة جدا، وحضرموت خسرت الفنان كرام سعيد مرسال، وللأسف يعني أقولها بأمانة، يعني أنه كرام سعيد مرسال لم يعطى حقه، لم يعطوا له الحق
اللي يستحقه كرجل قدم للوطن ولحضرموت وللأغنية الحضرمية واليمنية والعربية الشيء الكبير، لم يعطى له حقه. نحن قبل فترة كنا طرحنا مقترح على أساس أنه يكون له متحف تجمع جميع مقتنياته هذه وأشرطته. على فكرة عنده في البيت موجود أسطوانات قديمة فيها أجمل وأفضل وأندر الأعمال، العوادي، الدان، الأغاني الخاصة به، هذه لازالت موجودة لحد الآن، بحاجة إلى جهاز ممكن يتم إخراجها وتسجيلها، هذه موجودة في البيت، وعلى ومع الأيام إذا لم يتم إخراجها ووضعها في مكان مناسب معالج من الرطوبة من هذه بتروح الأشياء. أيضا عبر هذه العجالة نحن نوجه نداء إلى السلطة المحلية وإلى الجهات ذات العلاقة بأنهم يهتموا بمنزل الفنان كرامة سعيد مرسال. كرامة سعيد مرسال قدم لنا الكثير، ويعتبر هرم من أهرامات الأغنية الحضرمية وهرم من أهرام حضرموت. إذا قلنا حسن الغويزي والكهوف ومش عارف إيش، يجب أن نطرح محمد كرامة سعيد مرسال هرم من هذه الأهرامات التي يجب أن يهتم بها والتي يجب أن يلتفت إليها. كرامة سعيد مرسال وإن رحل يظل باقي في قلوبنا، باقي في أنفسنا، باقي في حياتنا، لن ينتهي. الأستاذ عبد العزيز بسعد حملت ذكريات حياته جوانب مختلفة مع الراحل كرامة مرسال، كيف عبر عنها؟ كان مرسال إنه يجيد الأغنية الوطنية، وهذه نقطة بالفعل مضيئة في حياة الفنان الكبير الراحل كرامة. كان يجيد، وقل ما تجد أن فنان من هؤلاء الفنانين الآن موجودين حتى اللي من سببه، كان يعني قل ما تجد فنان يجيد العاطفي مع الوطني، أو الوطني أفضل ما يكون من العاطفي، لأنه كان صوته قوي، صوته رخيم مش حاد، ممكن طبقات صوته تطلع إلى طبقات عليا من صوته. وعلى سبيل المثال لما يغني مثلا لبيك يا موطني ويعطي الكلمة حقها، فلما بيقول لبيك يا موطني، شوف القوة، لبيك يا سكني، يعني كلمة قوية وكلمة رخمة. ده بالنسبة للموقف، لما كنا في فرقة إنشاد في يوم من الأيام كانت في هناك سهرة دعي إليها دبلوماسيين في بنكوير، سينما بنكوير الآن اللي هو في المكلا، وكنا على أمل أو شك بأنه السهرة بتبدأ الساعة 9 مساء، وكان الأستاذ الكبير الفنان كرامة سعيد مرسال غير موجود، وقالوا لي إنه شوف أبو صبري راح يصطاد ولكنه بيجي العصر، وأنا كنا بالفعل لأنه فنان حضرموت الأول، فنان يهز على ما المسرح وحضوره وصوته القوي، فكانت بالفعل موقف لما جاء فينك يا شيخ، فعلت انفعال المحب أو المعاتب المحب بأن يكون بالفعل بين ظهرانين في ذاك الوقت. فمسكين بلهجته العامية، ما لك وما للناس يا عامر انت، جابها لي في صورة أغنية كذا كان، فضحكت أنا، كنت أنا بعاتبه وبقول له حرام إنه، فكان مرح، كان إنسان يعني يستلهم أو يتقبل منك غضبك وانفعالك، وعارف إنه في قرارة نفسه إنه هذا من حرصك أنت للفن، ولكنه يستبدلك أو يتعاطف معك بنكتة أو شيء، وهذه ميزة كرامة. الوطن يحتل المرتبة الأولى لدى فناننا الخالد، فقد استطاع أن ينفرد بأداء الأغاني الوطنية بطريقته وأسلوبه ومخارج حروفه التي تخبر عن حنكة وحرفة الفنان الشامخ، وهو كذلك ظل شامخاً يذاعب الوطن ويغرس الحب الوطني في نفوس الوطنيين أجمع. وما زاد فناننا مكانة فنية أنه ملحنا شغوفا يذاعب المشاعر ويأسر الخاطر، وهذا هو كرامة مرسال
استطاع أن يكون سفيراً للأغنية الحضرمية في الوطن العربي بمشاركاته الغنائية التي من خلالها كان مثالاً للفنان الذي حافظ على العادات والتقاليد وعملاقاً فنياً فيما قدم من فن أصيل تجلت معانيه في نفوس كل من حضر وتناغم على صوته العاشق للفن. أبو صبري كما يحب أن ينادى دائماً كون علاقة طيبة ومتجذرة مع أصدقائه وزملائه الفنانين وجمهوره أيضاً، استمرت راسخة على الدوام، فكان اجتماعياً بالفطرة محباً لمن حوله. وما أن يذكر أبو صبري أو تسمع أحد أغانيه حتى يبتسم الجميع. قدم كرامة مرسال خلال مسيرة حياته الفنية الكثير من الأغنيات التي اشتهرت باللون الحضرمي، وكانت أشهر أغنياته متيم في الهوى يروي، والتي هي من ألحانه وكلمات الشاعر راشد الجابري، وأغنية أقبل العيد التي تبعث البهجة والسعادة حينما يهل علينا مناسبة العيد، وكلها حازت على إعجاب الجماهير الخليجية والعربية، وغناها الكثير من مغنين الخليج العربي أمثال راشد الماجد وأنغام والفنان عبد الله الرويشد وغيرهم كثر ممن تغنوا بمثيم في الهوى يروي. وهذا يعطينا دليلا قاطعا أن مرسال الصوت المغرد الذي يحرك الوجدان. مثيم في الهوى يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياه، ولو الأمر ما يحوي ما قلت الذي بيا، ولكن بعد فرقان لقيت القلب يهوان. خطائي والخطا ما هو خطاهم مكتوب الشغالية، رحل متيم الحب بعد أن فاضت مشاعره من حكايات الحب المخفية ليقولها لنا علانية بلهجة حضرمية آسرة، المحبة ولا شيء في المحبة لوم، ليضيء بها جوانب أنفس سئمت هموم الحياة. رحل بعد أن أشعل الحنين في المغتربين من أبناء الوطن. رحل بعد أن ترك في نفوس كل جماهيره ومحبيه ومن عشق صوته وفنه أثراً بارزاً وعلامة فارقة لن تتكرر. فقد كان كثيراً ما يمثل خلجات الروح من خلال روائع فنه التي ينشرها عبر مساحات حنجرته التي باتت ملاداً للأسماع من صخب الحياة. 3 أغسطس يوم الأحد من العام 2014 للميلاد كانت المحطة الأخيرة في حياة عندليب حضرموت الأسمر، ليودعه جموع الناس من كل حدب وصوب التي أحبت مسيرة عطائه وفنه الذي دخل بها كل البيوت وألهم النفوس وزرع فيها خصال الوطني الشغوف. ويظل كرامة مرسال العبقرية الفنية الوطنية والعندليب الحضرمي الأسمر.